تمكنت قوات الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل وفرقة مكافحة المخدرات بأمن الولاية من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين كانتا تنشطان بعاصمة الولاية في مجال ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية. الشبكة الأولى تتكون من 3 أفراد ينحدرون من ولاية مستغانم تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، تم توقيفهم من طرف فرقة البحث والتدخل واسترجاع كمية من المخدرات الصلبة كوكايين بوزن 9.5 غرام ما يعادل قيمة نقدية 17 مليون سنتيم وحجز مركبتين سياحيتين. الشبكة الثانية تتكون من 7 أفراد ينحدرون من ولاية مستغانم، تم توقيف 3 أشخاص منهم تتراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة. وبعد استغلال المعلومة الأمنية واستكمال كافة الإجراءات القانونية وتفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم، تم ضبط 2208 كبسولة من نوع بريغابالين ليريكا، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور من الحجم الكبير بوشية ومركبة سياحية ومبلغ مالي قارب 17 مليون سنتيم من العملة الوطنية، إضافة إلى مبلغ مالي 205 أورو و55 دينار تونسي تعتبر من عوائد الإجرام ضبطت بمسكن المشتبه فيه الثاني.